بتحبه قوي كده وجاي على مسقعه ماما. اهلا وسهلا، الاكل كتير. ايه ده؟ مش معقول. انا فجاه دي اموله. اتفضلي. اهلا وسهلا. انا اصلي كنت جاي من عند الكوافير شميت ريحه مسقعه وانا طالعه من على السلم. يا سلام. يعني انت جايه مخصوص عشان مسقعه بتاعتي؟ ايوه. كنت امال ايه؟ طب وصينيه البطاطس اللي جنبها مالها بقى؟ ما بتحبهاش ولا ايه؟ تعالي تعالي اموله، سلمي على سيف، ما تتكسفيش. سيف انت جيت امتى؟ ازيك يا امل؟ بس اللي مسلمه على السلامه. اتفضل. الله يسلمك يا بنتي. عادي عادي. بس الشهاده لله، الكوافير بتاعك ده شاطر قوي، عمل لك تسريحه ظابطه وشك يا امول. يا بنتي علي. لا وايه كسف يعني سيف؟ ايه ده، اول مره اشوفك. لا لا، ده انا براجع مقادير المسقعه في سر. بابا احتاج العربيه ساعتين بس. وماله يا ابني، خدها وقت ما انت عايز. عربيتك يا سيف. جرايه منعم. عربيتك ايه؟ انت هتنزل راجع من السفر تعبان، تنزل تاني استريح شويه. امانه يا ماما، والله امانه لازم اوصلها، محدش عارف ظروف الناس. وكمان مش هتاكل يا سيف. كلت والله. ده انا تعبت والله على ما طبخت ده كله عشانك. تسلم ايديك. تسلم ايديك. تسلم وتعيش. في ايه بس؟ ايه تروحي وراه ولا ايه؟ اغرف لك يا ماما؟ اغرف لك ولا اجيب لك صورته؟ طب انا كنت اعرف منين بس انها عاملك معامله الاباجوره دي؟ اباجوره؟ طب دي حتى الاباجوره الناس بتعبرها ساعات، يعني تطفيها، تولعها، تركب لها لمبه. انت ما شافكيش خالص يا حبيبتي. منار انا دافع دم قلبي عند الكوافير ولابسه كعبه على اخري، ما تخلينيش انزل بيها نافوخك. طب خلاص معلش. بصي تعالي نتمسك بالروح الايجابيه والتفسير المتفائل للاشياء، ونعتبر ان هو عاملك المعامله الزباله دي عشان كان مشغول بالمشوار اللي وراه،